الفنانة هنا الشيحة، أهلا بك يا هنا على بوابة أخبار اليوم. كلمينا عن شعورك بالمشاركة في مهرجان اسكندرية السينمائي، وهل دي المشاركة رقم كام الأولى أو كان لك مشاركات سابقة؟ لا، مهرجان الاسكندرية السينمائي الدولي دورة 30 دي أول مشاركة ليا في المهرجان، ومشاركة في فيلم كمان، فدي حاجة لطيفة جدا. انطباعي العام عن المهرجان ان هو عمل حالة رواج، يعني عمل حدث سينمائي احنا ناقصنا كفنانين. بقالنا تقريبا 4 سنين مفيش حدث سينمائي حضر فيه كل الفنانين والاعلاميين الكبار والصحفيين والنقاد بهذا الشكل وهذا الكم. كمان الدورة مهداة لأستاذ نور الشريف، وتم تكريم أستاذ داود عبد السيد ومدام نادية جندي، و يعني في حاله كده فنيه بحته في المهرجان، والكينج محمد منير. يعني انت مش فاهم، اول مره كنت يعني انا اعرف استاذ محمد، بس اول مره اقعد معاه قاعده كده في المهرجان، وكنت مبسوطه جدا. يعني بص، انا حاسه بوهج سينمائي جدا في المهرجان. مبسوطه ان احنا عندنا الحدث ده، مبسوطه ان كل الفنانين دول جم، كل زملائي والنجوم الصغيرين والكبار، كل الفنانين دول اهتموا ان هم يبقوا موجودين. وبكره الختام، وان شاء الله في فنانين تانيين جايين من القاهره عشان يحضروا الختام. فلا، انا مبسوطه ان انا جيت، وان انا مشاركه، وان انا موجوده في الفعاليات بتاعه المهرجان، واتمنى السنه الجايه يبقى اقوى. احنا كمان في غياب حضور في غياب مهرجان القاهره السينمائي، السنه اللي فاتت لم تقام الدوره، والسنه اللي قبلها كانت ضمن احداث البلد والثوره وكده، فما كانش فيه الجامعه الحلوه دي. فما كمان في حضور تركي وجزائري وتونسي وافلام من الثلاث بلاد دول، ففي حاله حلوه من كده من الرواج السينمائي. مظبوط. بص، قبل الربيع حط عندي في الاول، يعني في الاول كنت قلقانه جدا من قبل الربيع، علشان هو بيناقش جزء من اجزاء الثوره، بس يعني لو كان الفيلم بيتكلم على ثورة يناير انا ما كنتش هعمله، لانه شايفه ان هو احنا ما عندناش لسه الرؤيه الكامله للاحداث اللي حصلت وكل الابعاد بتاعتها، لان احنا لسه جوه الحدث اصلا، يعني لازم نبعد عنه شويه عشان نقدر نحكم عليه بشكل موضوعي. بس احمد عاطف مع حفظ الالقاب طبعا، استاذ احمد، قال لي ان احنا مش بنتكلم على ثورة يناير، احنا بنتكلم عن مجموعه من الناشطين السياسيين المستقلين اللي هما كانوا بيرصدوا للتزويرات وعندهم موقف سياسي وعندهم رغبة في تحسين الوضع عامة، وانه الشباب ياخدوا حقهم كمواطنين ويبقى ليهم رأي يؤخذ به ويبقى فيه تصويت حقيقي، ما يبقاش فيه تزوير و فتشجعت للفيلم، لان انا عامة انا مش سياسية خالص على فكرة، بس انا حقانية جدا، يعني ثورية في الحق، يعني ما بحبش حاجة تطغى على حاجة في الدنيا. فيمكن هو ده اللي شدني لان انا اعمل فيلم قبل الربيع،